في حياة كل واحد منا تمر عليه محطات إعجاب ومحطات هوى، فالمحب الصادق الذائق المشتاق للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبتعد عن مثل هذه المحطات. ما هو الهوى المذكور في القرآن الكريم؟ وما هو الهوى المنصوص عليه في أشعار المسلمين؟ تعجب بالأمر وتحب وتبدأ تتذوق، هذه ذات الحب، هذا هو المنهج الذي أبحث عنه. الهوى أول درجة من درجات الحب.